قرر الاتحاد العراقي لألعاب القوى المشاركة في بطولة آسيا للشباب والتي ستحتضنها اليابان في الشهر المقبل. وقال طالب فيصل رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة أكد للاتحاد الآسيوي مشاركته في البطولة المخصصة للشباب الشهر المقبل في اليابان بمشاركة 12 لاعبا ولاعبة لمختلف الفعاليات. وأشار إلى أن الاتحاد أجرى اختبارات نوعية للوقوف على مستوى اللاعبين من أجل انتقاء المؤهلين منهم.